منافسة وأسرار كثيرة غادي نكتشفوها في حلقة متميزة من برنامج كي كنتي كي وليتي اللي غيصطاد في هذه المرة شاب ريان. درت بزاف ديال يعني تقدر نقول لك 70 ولا 70% مازال ما تحققش ديك الشيء بحال اللي باغي انا. رباب نجيد. يعني صافي ما كتبقاش خايف على راسك كيفاش غنكون مع شي انسان انت عارف راسك ما فعلا بالعياشي. داك انت داك البركه اللي نسلكوا بها ماشي مشكل. تبارك الله عليك. ماريا نديم. ما كنتش كنثق في راسي، كنت نقول لا صوتي خايب، لا ما نغنيش يضحكوا عليا الناس. وهذا عماد بن عمر. حيت هو كان فايتني. نعم. عاوني في التسجيل ابري سينجل الاول، تعرفت على نعمان. نعم. كنا كنسجلوا في الدار ديالو تاهو، سجلت بليزيور سينجل الحمد لله. عادل اشبي. الحلم ديالنا هو نوصلوا الموسيقى ديالنا، لانه كنديروا ستيل ديفيرون، ستيل ديالنا الحاجه المختلفه كتبغي وقت باش توصل للناس باش يتقبلوها. سته ديال النجوم غادي نتعرفوا عليهم في اجواء المسابقه والتحديات وفقرات كوميديا مع سويلح ويسار. موعدنا السبت بالليل على دوزان.